خلينا فينا ما تنسوا كاع سمر مني على هذه الكلمه الطيبه اللي كنت حقي وهي في حقيقه كشهاده اعتز بها وافتخر بها وتحفزني لكي يعني تحفزني لعطاء اكثر ولمواصله هذه المسيره الفنيه ديالي وبابداع نزيد في الابداع. فانا جد ممتن لك استاذ عمر على كل ما قدمت له من مساعدات ارشادات توجيهات منذ البدايه كي اطور هذه المهاره ديالي لانك تعرفوا يعني الباسيون بوحدها ما كافياش لابد خاصك تطورها واستاذ عمر كان دائما كيعطي توجيهات وكي يقدم مساعدات ويشد تشجيعات دائما ملي كنخسر شي واحد تقول لي شوف حتى حاجه ما تتخسر كنت كتصلح فانا جد ممتنه لك استاذ عمر اقل ما يمكن يقول شكرا بزاف وانا اليوم الفرحه ديالي ما تصورش قداش ما كنشوف احباب اصدقاء والاصدقاء اللي شحال ما شفتهم واصدقاء اللي ايضا كاينين على شبكات التواصل واللي كاينين اللي يعني جاوا من مدن بعيده كنشكر الجميع فيعني انا الفرحه اليوم يعني كبيره جدا واشكر كل واحد يعني خدم وقته باش يشوف يجي المعرض ويتخاصم معايا هذه اللحظه هذه وهذا كيعنيني الكثير كثير وانا لا يمكن ان اقول لكم الا انني احبكم وابادلكم نفس الحب وبالطبع فتاثرت بثقافتها وبالفن ديالها لان هي مدينه معروفه بغناها الثقافي والفني وهذا هذا هذا التاثير هذا نما عندها واحد لما عندها واحد الحب والشغف بهذا التراث الثقافي المغربي واللي بقى دافين عندها الى حين ابرزته في لوحاتها ابرزت حبها لهذا الحب. انا اليوم جد سعيده بحضوري وبتواجدي في هذا المعرض الذي يجمع ما بين فنين الفن التشكيلي والفن الفوتوغرافي وما هذا بعزيز على ليلى بشقرون فليلى بشقرون منذ أن عرفتها سنة 2003 ومشوار طويل كانت دائما رفيقة دربي وصديقتي وزميلتي في كل خطوة نخطوها معا وحبها وشغفها بوطنها قبل كل شيء جعل منها أستاذة مثالية بحيث كانت تضحي بوقتها بوقت راحتها لأن تنشر الوعي في مجال التربية البيئية بمؤسستها. إذن علاوة على خدمتها كأستاذة فهي تنشط الأندية البيئية وتقوم بورشات لفائدة تلاميذ داخل المؤسسات التعليمية ودام عطاؤها ليصل إلى التعريف بما تسخر بلادنا من ثروات ثقافية تتجسد في لوحاتها من فن الزليج فن تزوات فن اللبس إلى غير ذلك مما تعرضه ومما تقدمه لنا ومؤخرا ليلى بشقرون أبدعت كذلك في مجال الفن الفوتوغرافي اولا عبر جميع مدن المغرب من طنجه الى ماشي الكويره ولكن الى الداخله بحيث قمنا بجولات كثيره ومهمه جدا لا لشيء ولكن لاجل ليس فقط المتعه ولكن لاجل نضالها ونضال جمعيتنا لاجل نشر الوعي البيئي داخل المؤسسات التعليميه ونحن الان نحتفل معها ب
مرورها في شهر دجنبير بكينيا، وأتفاجأ شخصيا بوجود لقطات مما رأينا ومما عشناه في كينيا، فهي تحملنا أيضا إلى براري كينيا وإلى الأوساط الطبيعية بكينيا. فألف شكر لك وهنيئا لك، وأقول أن ما تقدمينه سواء في الفن التشكيلي أو في الفن الفوتوغرافي هو مفخرة لبلادنا. فإن شاء الله.